السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم في برنامجكم بصحة والراحة حلويات خفيفة. هنقدم أول وصفة هتبقى معانا النهاردة، هي الحلوة ديال الشوكولات أو الحلوة ديال الكاوكاو مغموسة في الشوكولات، وهنقدم معاها كمان تشيز كيك بالكيوي. خليكم معنا باش نعرفوا التفاصيل ديال هذه الحلقة. نمشيو فاصل ونرجعوا على طول. ورجعنا لكم مع الحلوى ديال الكاوكاو اللي مغموسة في الشوكولات. هنحتاج فيها بسكوت سادة، بنبقى فرمينه ناعم خالص من غير زبدة من غير أي حاجة، بيبقى بالشكل ده ناعم. هنحتاج بودرة كاكاو، هنحتاج كمان لبن المحلى المكثف، الكاوكاو اللي هو الكاوكاو مش الكاكاو، يعني هو ده الكاكاو وهو ده الكاوكاو، الكاوكاو اللي هو الفول السوداني. في المغرب احنا بنسميه الكاوكاو. الفول السوداني بنحمصه وبنطحنه، بيبقى بالشكل ده ناعم جدا. هناخد كمان روح الكاوكاو او اللي هي الطعم اللي بيدينا طعم الكاوكاو، نكهة الكاوكاو. وللتزيين هنحتاج شوكولاتة سودا وشوكولاتة بيضة. طيب هنعمل ايه؟ هنخلط كل حاجة مع بعض لحد ما تبقى عندنا عجينة متماسكة. هناخد البسكوت مع الكاوكاو، مش الكاكاو، يعني عشان ما يبقاش فيه لبس في المسميات، الكاكاو حاجة والكاوكاو حاجة. الكاكاو اللي هو بنعمل منه الشوكولاتة والكلام ده والبودرة بتاعت الشوكولاتة، الكاوكاو احنا بنسميه الكاوكاو في المغرب، يعني هو ده اسمه، اللي هو الفول السوداني. عايزة اقول لكم الحلوة دي بتبقى حلوة قوي، الاطفال بتحبها جدا جدا جدا، لانها مش عايزة لا بوتاجاز ولا أي حاجة، هي عايزة تقعد شوية في التلاجة وخلاص على كده. طيب نحط اللبن المحلى المكثف بتاعنا معاهم، وهنفضل نلم في ال هنفضل نلم في المكونات بتاعتي كلها مع بعض لحد ما تتجانس بالراحة. هنخليها تتلم كلها بالراحة، هنضربها مع بعض، وبعد كده هكملها أنا بإيدي. عايزة أقول لكم زي ما قلت لكم الحلويات دي بتبقى منها شوكولاتة ومنها بسكوت ومنها حاجة في البيت معمولة للأولاد نظيفة جدا وبإيدينا ومش بتاخد معانا وقت، وممكن كمان نخلي الأولاد ولادنا يساعدونا فيها، هيبقوا مبسوطين طبعا إنهم عملوا حاجة مع الماما. فلا لازم تجربوها. ممكن تضيفوا عليها يعني بدل الكاوكاو اللي هو الفول السوداني، ممكن تضيفوا عليها اي نوع مكسرات انتوا عايزينه، ممكن تعملوها بالبيستاج الفستق، ممكن بالفول السوداني، ممكن اي نوع، اي نوع انتوا بتحبوه، سادبوا على حسب انتوا بتحبوا ايه، وديروها بيه او اعملوها بيه، سيبوها بيه. طبعا انا هحتاج بعد ما لمها بفردها بالنشابة، هنزل الحلوى بتاعتي. فبيبقى يعني التماسك بتاعها بيبقى بالشكل ده، يعني لو شكلناها بتتشكل معانا بتبقى طرية جدا وفي نفس الوقت ماسكة نفسها، يعني بتكون معلكة كيف ما كنقولوا احنا بالمغربية، معلكة يعني زي اللبانة، ما بنسيبهاش ترتاح خالص، بناخدها بالشكل ده ونقوم فردنها. نخلي السمك بتاع العجينة بتاعتنا نفسه نخليه، يعني هخليه في حدود سنتي، يعني مش اكتر ولا اقل، يبقى في حدود سنتي. وهنقطعها بالشكل اللي احنا عايزين، يعني هجيب القطاعات بتاعتي وهقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه، وبعد كده نعملها في الشوكولات بتاعتنا. طيب خلوني افردها، تمام، خليني اعمل لها كده زي ما انتم شايفين، انا هوريكم شكلها. بس وناخد زي ما قلت لكم الشكل اللي انتوا عايزينه، الحجم اللي انتوا عايزينه تبقى بالشكل ده. خليني هطلع بس صينية.
انتوا المفروض بدل ما تحطوها في صينية، انا عشان هنا بوريكم الشكل او الطريقة اللي احنا بنعملها بيها عشان الجناب بتاعتها ما تاخدش معايا شوكولاتة كتير، احنا بنحطها وبيبقى فيه شبك نحط تحتيه صينية ونحط الشوكولاتة عليهم او نغمسها في الشوكولاتة ونحطها تتصفى او تستقطر من الشوكولاتة اللي فيها عشان ما تحمليش الجوانب بتاعتها فيبقى منظرها مش لطيف. وبنزوقها اول ما تنزل الشوكولاته اللي فيها ندخلها للتلاجة زي ما انتم شايفين بتبقى بالشكل ده اهي. ما بحطهاش على طول، انا هحطها هنا بالشكل ده في الشوكولاته السوداء او البيضة، شوفوا انتم بتفضلوا ايه. عايزه اقول لكم سهله جدا، وهتلاقوا كمان لو الولاد الصغيرين بيعملوها معاكم هتلاقيهم مبسوطين جدا، يعني هيبقوا فرحانين وهم بيعملوا الحاجات دي. ودي من الحلويات اللي تعتبر في الطبخ سريعه قوي، ما بتاخدش معانا وقت، ما بتاخدش بصراحه ما بتاخدش وقت خالص. بنحطها والشوكولاته بتاعتنا بتبقى لسه المفروض تبقى لسه يعني ما نشفتش مننا لانها تنشف معاكم على طول. نحطها بالشكل ده وناخد توسبيكس، ناخد خله، ناخد اي يعني التوسبيكس هي الخله معلش، ناخد اي حاجه رفيعه عندنا ونعملها بالشكل ده وبيبقى منظرها لطيف. ممكن لو مش حابين خالص كده تسيبوها شكل واحد ونحط الخطوط على قد ما انتوا عايزين تحطوا خطوط، تحطوا براحتكم على حسب. ونمسحها ونرجع تاني عكس الموضوع. ممكن تشكلوها، ممكن تغمسوا النص ابيض والنص اسود، بنستنى لحد ما بتنشف مننا وبنحطها في الثلاجة لحد ما تمسك نفسها الشوكولاتة. الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين انا دي لسه حطاها نشفت مع التكييف يعني ملحقتش. بتبقى بالشكل ده، بنقدمها بالشكل ده. خلينا نشيل دول عشان نعمل مع بعض التشيز كيك بالكيوي او التشيز كيك الشهية بالكيوي. ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم الحلوة ديال الشوكولات. ورا الفاصل ان شاء الله نشوفوا شنو غادي نديروا في التشيز كيك، خليكم معنا. ورجعنا لكم من الفاصل. كيف ما كتعرفوا عملنا لكم الحلوة المعمرة، الحلوة دي الكاوكاو اللي غمسناها في الشوكولات، كتجيبنينا بزاف، لازم تجربوها. كتجيبنينا يعني بتبقى طعمها حلو جدا. أهم حاجة نوعية الكاكاو اللي انتوا هتستخدموها تبقى نوعية حلوة وهادية، ما تبقاش مدية اللي هي اللسعة بتاعت الكاكاو الجامدة قوي. لو هيبقى لاسع معاكم جامد جدا يبقى هتخفوه خالص، هتخلوه خفيف جدا. طيب هنروح للتشيز كيك بتاعت الكيوي. التشيز كيك بتاعت الكيوي تشيز كيك سهلة خفيفة وحلوة، طعمها حلو جدا. هنحتاج لها بسكوت، هنحتاج جبنة كريمي، هنحتاج عصير الكيوي، الكيوي مضروب لوحده من غير لا مية ولا أي حاجة هو منه فيه، هنحتاج زبدة طبعا، زبدة عشان خاطر البسكوت، وسكر، عصير ليمون، وجيلاتين. ولو مش حابين الجيلاتين، حابين تستغنوا عن الجيلاتين، يبقى لازم طلعوها من الثلاجة على التقديم للأكل على طول، يعني لازم تتاكل في ساعتها وترجعوا تدخلوها تاني للثلاجة أول ما تخلصوا. هنحتاج كريم شانتي طبعا معاها. الكريم شانتي طبعا احنا عارفين كريمة سواء باودر أو سائلة، وسكر وفانيليا وشوية لبن ساقعين، ونضربهم لحد ما يبقوا عندنا بالشكل ده. وهنعمل السيرب بتاعنا زي الشربات اللي انتوا بتسقوا بيه، اللي هنا في مصر بنسقي بيه الكنافه والبسبوسه والكلام ده، بس بيبقى تقيل شويه ما بيبقاش خفيف، بس بنضيف عليه قشر او بشر ليمون. هناخد ليمونه ونبشرها عليه ونسيبه. وللتزيين هحتاج رقائق اللوز والكيوي. الكيوي متقطع شرايح. طيب خلينا نعمل اول حاجه البسكوت مع الزبده. على فكره البسكوت مع الزبده في التشيز كيك ممكن نستغنى عنه ونعمل بداله كيك عادي جدا، اللي هو الكيك اللي بيبقى السبونج كيك، يعني نعمله معاه بيبقى حلو. و
بيبقى مختلف وبيبقى طعمه حلو جدا. يعني هي نفس الحاجة بس بنقطع الطبقة اللي هي بتبقى عالية معانا ونحط الكيك بدل القالب، نصب عليه شوية زبدة خفيفة عشان يمسك معانا الكيك لما يدخل التلاجة، ونصب عليه الخليط بتاعنا سواء هيخش الفرن أو مش هيخش، بيبقى طعمه حلو على فكرة. هنا باخدها أنا شوية بيبقى بالشكل ده بحيث إنها تبقى أنا عايزاها، عايزة البسكوت يبقى مقرمش وأنا يعني وإحنا بنقطم يبقى مقرمش معانا، مش ما يبقاش طري. هاخد الصينية بتاعت التشيز كيك وأفضي، أنا عايزة طبقة رفيعة مش عايزة طبقة كبيرة خالص. خليني أسيب ده هنا عشان هستعمله تاني وأبتدي أكبس. هنا مش هعلي أنا الجناب لأني أنا مش محتاجة الجناب، إنه منظر الكيوي في التشيز كيك لما بنعملها بيبقى حلو جدا. بنكبس البسكوت بتاعنا كويس جدا وبندخله التلاجة مدة نص ساعة عشان عندي أنا أوريدي الزبدة، عندي الزبدة فيه بزيادة فهتلاقيه هينشف معاكم على طول. طيب بعد ما بنعمله كده بالمعلقة بس على خفيف، مش هنكبس إن أنا أوريدي كبست بإيدي والزبدة هتخليه ينشف معاكم على طول، بس بساوي الطبقة. خليني نحط ده على جنب. احنا عارفين طبعا التشيز كيك اول ما بنعمل لها البسكوت بنخليه يخش التلاجة مدة نص ساعة ساعة على حسب. هخليها انا محضرة لكم طبعا وهي موجودة في التلاجة، بس هوريكم ازاي هنعمل كل ده مع بعض. طيب انا هنا هحتاج في الكريمة بتاعتها هنعمل ايه هوريكم. هناخد الكريمة او الجبنة الكريمية هنحطها، بس هشيل منها المية بتاعتها وهضربها مع الكيوي، ليمون. طبعا احنا عارفين هنا بنقعد في التشيز كيك الطبيعي العادي بتاعنا بنضرب الليمون، بنضرب التشيز او الجبنة ونخليها لحد ما تسيح وبعد كده نبتدي نضيف عليها اللي احنا عايزين نضيف. لا انا هنا هضرب الكيوي مع التشيز وبعد كده هضيف عليهم السكر بالراحة. كده بعد ما بنضرب الكيوي مع السكر مع الجبنة الكريمي بناخد الكريم شانتيه بتاعنا اللي احنا عاملينه وبنبتدي نحط. خليني اشيل ده من هنا خالص. وبنبتدي نضرب، مش نضربه بس بنحركه بطريقة حلوة كده بالراحة، نحركه بشويش عشان ما الكريمة بتاعتنا هرجع واقول لكم ان الكريمة لما بنعملها عشان تنفش بيبقى فيها بيدخلها زي الهواء، فعشان الهواء ده ما يروحش وتفقد القوام بتاعها، يعني عشان القوام بتاعها يبقى ماسك معانا براحته، فاحنا بنقلبها على اقل من مهلنا بالراحة خالص. وكل لما نقلبها اول ما نحس انها امتزجت واحنا عايزين تاني بنزود مرة كمان. طيب انا هنا عايزة احط شوية ملون غذائي طبعا حسب الرغبة، اللي مش حابب ما يحطش. بالحق انا بصراحة بغيت نحط شوية باش يعطي اللون زوين. طيب بيدي لون حلو بيفتح لنا بس التشيز كيك، يعني عشان يبقى لونها حلو اللون الكيوي او اللون الاخضر زي ما انتم شايفين انا ما كترتش. وخليني احط في الجيلاتين عقبال ما اكمل انا احركه كويس، احط ميه سخنه هدوب الجيلاتين بتاعي. ندوبه ونخليه يهدى شويه بس عقبال انا ما احركها، وبنضيف بشويه بشويه على حسب انتم عايزينها بقى ماسكة، عايزينها طرية جدا، عايزينها تحس انها كريمي هتحطوا شوية خالص بس هيمسكها معاكم، مش هتحتاجوا تدخلوها ساعتها في التلاجة ويبقى منظرها مش حلو لو في عندك ضيوف فتسيح او على حسب. اهم حاجة الجيلاتين حركوه كويس جدا، ولو الجيلاتين هتستعملوا الجيلاتين الورقة هتحطوه في مية ساقعة زي ما احنا عارفين.
شويه لحد ما يفك معاك، وبعد كده بتحطوه في ميه سخنه او تغلوه في ميه سخنه وتسيبوه يعني وتضيفوه على الحاجه اللي انتوا عايزين. تاخدوا الميه تعصروه خالص وتاخدوا الميه بتاعته وتضيفوها على الحاجه اللي انتوا هتعملوا بيها او الحاجه اللي انتوا هتشتغلوا بيها. طيب هو ده القوام اللي انا عايزاه فيها، يبقى بالشكل ده. هبتدي اضيف انا بيبقى بالشكل ده، هبتدي اضيف الجيلاتين بتاعي هحركه وهصبه في هصبه عندي في الطاسه او الطاوه اللي احنا عاملينها هنعمله فيها ونحطوه. هتلاقيه بعد حوالي ساعه تقريبا هتلاقيها نشفت معاكم وجمدت معاكم. عايزين تحطوها مستعجلين نص ساعة، هتاخد منكم نص ساعة دي المجانة أو نص ساعة دي الوقت، هتدخلوها الفريزر وهتطلعوها. ده فرضا طبعا أني أنا حطينا البسكوت الفترة دي كلها اللي احنا بنعمل فيها، حطينا البسكوت في التلاجة، يعني حطين اوريدي حطين البسكوت في التلاجة. هناخد التشيز كيك تبقى بالشكل ده. يعني عايزة أقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا ومميز بصراحة. هرجع أسهل عليكم حاجة، الفاكهة اللي انتوا تبقوا عايزينها، يعني أي فاكهة تبقوا انتوا حابين تاكلوها هتعملوها بنفس الشكل ده. بدل الكيوي نعمل خوخ، نعمل بطيخ، نعمل فراولة، يعني هي مش حكاية، نعملها كده. عايزين ندخلوها الفرن، هنضيف عليها بيضة ونضربها معاها وندخلها للتلاجة، يعني الموضوع بيبقى بسيط. طيب احنا كده المفروض ندخلها مدة ساعة، بنطلعها تبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بتبقى ناشفة وجامدة بالشكل اللي احنا قدامنا ده. خليني احط دي هنا ونروح لتزيين نروح لتزيين التارت بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا هنا حاطه واخده كيوي، انا ببقى قافلاه بالسلوفان طبعا عشان ما ينشفش مني، وافتحه عند الاستعمال او تقطعوه عند الاستعمال بتاعكم، يعني الوقت اللي انتوا هتستعملوا فيه الكيوي هتقطعوه في ساعتها. خلينا ناخد دول اول حاجه. بصوا التزيين بيختلف من حد لحد بصراحه، يعني زي ما انتوا عايزين زينوها زينوها، بس انا هوريكم الشكل اللي بفضل اني احط بيه التارت دي بالذات. سامبل جدا، رقيق وبيبقى ملفت للعين. حلو، هنعمله كده. مش هحتاج لو عايزين كمان الجناب بتاعتها، خليني اخد دي. لو عايزين الجناب تعملوها تدهنوها بالسيرب وتحطوا عليها رقائق اللوز مفيش مشكلة، اعملوها هتبقى حلوة وهيبقى شكلها برضو حلو. عايزين تزينوها بكريمة برضو هتبقى حلوة، مش هتبقى وحشة. اللي انتوا عايزين تزينوها بيه زينوها بيه، بس انا هقدمها لكم النهاردة بالشكل ده ويا رب تعجبكم. بس اهم حاجة تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. يعني بصوا هم حبتين كيوي، نقطعهم ويدونا المنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهحتاج للأسف اكتر. اوكي عايزاها بالشكل ده كده. انا ده خلاص خلصت منه، هاخد هنا مش هحط في الباقي كله، بس هحط على الجناب او جنب الكيوي بس، ده اللي انا هعمله. عايز اقول لكم كل ما زينا طبعا الحاجه كل ما بنشتهيها اكتر وبناكلها اكتر، والشخص اللي احنا بنقدمها له بيعرف اننا تعبانين فيها وبنعملها بحب للي هياكلها. احنا عملناها بالشكل ده. هناخد السيرب. ليه انا قلت لكم تقيل؟ عشان يبقى معاكم حلو ونلمع بيه الفاكهة بتاعتنا.
وسيرب، يعني كده كده هيدي لمعه حلوه جدا للتارت من فوق. هنعملها حتى على الكيوي ده بالشكل ده بنلمس، وهاخد هنا هعملها، هاجي اللوز مش هحط على اللوز خالص، يعني انا مش هحط على اللوز حاجه، بس من هنا مش مشكله، هتلاقوه نزل معاكم من الجناب عادي جدا. في الاول في الاخر ده صوص ليها وبيبقى بالشكل ده. حلقتنا للنهارده خلصت للاسف، كان نفسي افضل معاكم وقت اطول ونقدم فيها وصفات اكتر بكتير. اتمنى يا رب النهارده تكون حلقه خفيفه عليكم وحلوه زي الحاجات الحلوه اللي احنا قدمناها النهارده. زي ما انتم شايفين قدمنا الحلوه دي الكاوكاو والشوكولات اللي هي معمره بالكاوكاو، او حلوه الشوكولات المعمره بالكاوكاو، وقدمنا كمان التشيز كيك بتاعت الكيوي. يا رب تكون نالت اعجابكم وتجربوهم، وهستنى ارائكم وصحه والراحه.